مشاهدينا مرحبا بكم معنا في عدد جديد من 45 دقيقة. في حلقة اليوم غادي نسلطوا الضوء على فئة من الأشخاص اللي اختاروا الانترنت بغرض الربح المادي، واللي كيتشكلوا من أشخاص عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات على مواقع خاصة بث الفيديو، واللي كتقدم فيها محتويات مختلفة، وأيضا الأشخاص اللي اختاروا الانترنت بغرض التجارة، يعني تقديم سلع أو خدمات بمقابل مادي. وهذا الربح المادي اللي كيجري تحقيقه من قبل هاد الأشخاص تار نقاش سياسي داخل البرلمان في مرحلة مناقشة مشروع مالية سنة 2024، واللي جاب مقترح إلزام أي شخص كيقدم خدمات على الإنترنت وكيحقق أرباح بضرورة المساهمة الضريبية، أي أداء الضريبة، إسوا باقي الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص، واللي كتقتطع الضريبة لهم من المنبع أو الشركات اللي كتقدم تصريحات واللي كتحدد قيمة أداء الضريبة. كنخدمش مع بزاف ديال السوسيتي اللي ما مقننينش مثلا، ولا ما عندهمش اوبليغاسيون فيسكال. كنشوف الناس كيربحوا الصراحه، كيدخلوا من هادشي، دونك بالنسبه ليهم هما غونطابل. ملي لو ريستو حنا كنطلبوا عافاك خليني غير نصوره عندك، لانه عارف ديك لا فيديو ديالو هو اللي غنديروا ليه غتنفعنا بجوج. يعني كان عندهم دور مهم بالنسبه لي انا، حيت هما كتلقاهم متبعين واحد الناس اللي عندهم متبعينهم في المواقع الاجتماعيه. طلع بان فوالا راه شافت شي حاجه، ماشي غير شي حاجه سوغ انترنيت. ملي كانت مع وحده كتجي كتقول لي في ساعتين دخلت 35 مليون في عام وما كندخلهاش. راه الدوله ضروري خاصها تاخذ الضريبه، قال لي باش نكونفيرمي وزن. نحاولوا نشوفوا النشاط ديال ديك القنوات، نحاولوا ناخذوا واحد عامين نشوفوا النشاط ديالهم واش كنخدموا مزيان. غالبا ملي كنلقاو مخالفه لقانون الصرف كتكون كتصاحبها مخالفه لقانون الضريبه. الخدمات اللي كتقدم من قبل الاشخاص اللي كيطلق عليهم اسم المؤثرين وصناع المحتوى كيكون من ورائها مدخول مادي، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، أو هما بزوج، يعني المشاهدات والإشهار. والأمر نفسه بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشاريع خاصة بالتجارة الإلكترونية، لكن المفارقة بين هاد الزوج ديال الفئات اللي كيجمعهم الإنترنت لتقديم الخدمات هو أن فئة منهم كتحقق أرباح مادية من الإنترنت، ما كتأديش الضريبة على الأرباح والمداخل اللي كتحقق، وفئة ثانية منهم واعية بضرورة المساهمة الضريبية. ثروت العالم الرقمي تحت المراقبة، موضوع حلقة اليوم. حنا غنصوروا اون بون لارج ليغلاج ديالنا باش يبان الشومان شنو مزيان، حنا نأصلوا الماتيريال ديالنا نتوكلوا عليه. واخا سا مارش هكا خويا؟ سا مارش سي بون، غنعطى غير شوية. صافي، شنو تقدمت صافي؟ صافي سي بون. بالنسبة للكونسيبت ديالنا، حنا اون باج بي اون باج فيها لي ريستو لي زوتيل، كل ما هو بون بلون كل ما هو قص. وهاد الفكره جاتنا زعما هادي شي تقريبا شي عام ونص، واحد الصديق اللي قال لي ايمن حنا كناكلو في الزنقه بزاف، علاش لا ما نديرش اون باج نشارك فيها مع الناس؟ هادشي اللي كاين. هذا ايمن صاحب صفحه على مواقع التواصل الاجتماعي كيتابعوها اكثر من نصف مليون شخص، والمحتوى ديال هاد الصفحه هو تقييم المطاعم. بقاو معنا، عندنا لكم لي توب اي لي فلوب، الحوايج اللي شناهم عجبونا ما عجبوناش غادي نشاركوهم معكم. وهذه زينب واللي بدورها كتقدم محتوى على صفحه من مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيوصل عدد متابعيها لمليون شخص، او كيف ما كيتطلق عليهم في عالم السوشيال ميديا الفولوور. كي ديما عندكم رونديفو مع ستوري شتا ابتداء من 9:30 حتى هي، اون في ان تي تور دو كوتي دي ريزو سوسيو كنشوفوا شنو طالب، كنعاودوا لكم كلشي. الوغ جينيرالمون الكونتوني ديالي انا في لي ريزو سوسيو كنت بديت بتو سكي ميك اب سوان دو لا بو ايتترا، دونك كنت بديت شحال هادي لونتون في يوتيوب، كنت في يوتيوب ماشي سور لي ريزو سوسيو، وبديت حيت تو سامبلومون في ديك الوقيته باش كنت بديت ما كانوش بزاف ديال البنات كيديروا هاد الكونتوني. في ديك الوقيته فو سافوار كو اون ايتي با بايي اي افي با دو كولابوراسيون، دونك اون فيزي سا حيت كيعجبنا نديرو هادشي، حيت في الاول ما كانتش كاع الخدمه في لي ريزو سوسيو ولا في انترنيت، وما كنتيش كتخلص، يعني كنتي كتقدم محتوى اللي انت عاجبك واللي الناس عاجبهم، وكتحس انك كتعاونهم بهم وكيعجبك حتى الحال. ولا غير صدمه كي هذا شوف فرماج مشوي، فرماج مشوي صافي. وهذا نور الدين هو اللي اشتهر في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي باسلوب خاص.
بحال كيزوج شي ثاني معزوج شحال تقام بغيتي تعرف الثمن غتعيشوا معنا اليوم واحد التجربه هنديه واحد الريستو تقام علينا ب 18000 ريال ايمن وزينب ونور الدين هما فقط عينه من الاشخاص اللي عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اللي كيقدموا فيها محتويات مختلفه واللي كيكون من وراءها مدخول مادي اما بشكل مباشر عن طريق عدد المتابعات والمشاهدات او بشكل غير مباشر عن طريق الاشهار او هما بزوج يعني المشاهدات والاشهار وهو الامر اللي تار نقاش في المسار التشريعي لقانون ماليه 2024 وكان ابرز المطالب هو تدريب هاد الاشخاص اللي كيجنيو ارباح من الانترنت على بركه لعبه سعد قين الدنال باش نفتحوا النقاش بخصوص هذا الموضوع كان من لازم ما نتواصلوا مع المعنيين بهذا النقاش يعني اصحاب الصفحات والمتابعات على مواقع التواصل الاجتماعي والامر ما كانش سهل فعدد من هاد الاشخاص رفضوا التصوير في حين اخرين قبلوا يتحدثوا في الكوتي فيسكال زعما ضبط الامور كامله عندي بطاقه المقاول الذاتي كباقي خابق الشباب اللي عندهم مشاريع ولا عندهم صفحات اللي كي بو فاكتور على دي ريستوران دونك فلا فان دو سيرفيس كنعطيو اون فاكتور لو ريستو لو ريستو يديكلار سا فاكتور حنا كذلك كنديكلارو من جهتنا باش نكونوا ليغال في كوتي 1 كي دي كولابوراسيون دي انك تخدم مع دي غراند سوسيتي والحمد لله انا كنخدم مع دي سوسيتي اللي كبار ما كنخدمش مع بزاف ديال لي سوسيتي اللي ما مقننينش مثلا ولا ما عندهمش اوبليغاسيون فيسكال دونك ملي كتخدم مع دي زونتربريز اللي كبار عندهم اون اوبليغاسيون فيسكال وخاصهم اصلا يجيستيفيو اي درهم كيخرجوه دونك باش يجيستيفيو ايزون بوزوان دون فاكتور دونك انا من النهار الاول ملي عرفت انني كنخدم مع هاد الناس ومع دي فاكتور ايتترا جي تروفي سا توتافي لوجيك انك خاصك دير شي حاجه باش تقدر تفاكتوري لك الناس وتخلص انت الضرائب ديالك انا كنقول خص الحاجه تكون داخله في الكونسيبت ديالي ولا لا مي كنشوف الناس كيربحوا الصراحه كيدخلوا من هادشي دونك بالنسبه ليهم هما غونطابل غيولي واحد القانون ومادام على كل شيء صراحه نكون زعما مع ضروري خصني ندير هذيك ديال لا كارت اوتو اونتربرونور ضروري كنفكر فيها حيت كتكون انت بعدا مرتاح وكيكون داكشي ليغال وداكشي قانوني دونك لا بصح مع حتى نعاود نقول لك نفس الفكره زعما راه معاه يكونوا ضرائب على حيت راه خصها تولي خدمه الناس كيربحوا فلوس بالاخر والله تصدق من خلال هادشي اللي سمعنا فهناك في امل الاشخاص اللي كيحققوا ارباح من الانترنت ما سبقش ليها وادات الضرائب على المداخيل اللي كتحقق وهناك في اواعي بضروره المساهمه الضريبيه واللي كتعتبر اهم مورد في ميزانيه تسيير مرافق الدوله واللي من المتوقع باش توصل لأزيد من 280 مليار درهم في سنة 2024 أي بزيادة 5.8% مقارنة بسنة 2023 وهاد المداخيل الضريبية هي اللي كتسمح بناء مدارس ومستشفيات وطرق وتقديم الدعم للأسر المعنية بالدعم وغيرها من الأمور باش نعرفوا كيفاش كتحقق الارباح وكيفاش كيشتغلوا الاشخاص اللي عندهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي البدايه كانت مع ايمن صاحب صفحه عدد متابعيها كيزيد على 500,000 شخص واللي مختصه في تقييم المطاعم وتقديم خدمات اشهاريه وفي هذه اللحظه عنده موعد مع واحد من المطاعم شوف صافا مزيان بخير بخير الله يبارك فيك الله يحفظك شكرا شوف صافا بخير مزيان الموعد اليوم كيتعلق بتقديم خدمة إشهارية لهذا المطعم واللي كيرغب في استهداف زبائن جداد بعد تغييرات قام بها المطعم في نوع الأكل اللي كيقدم السلام عليكم عاد صافا خويا بخير كيف مزيان الله يبارك فيك الله يحفظك السلام عليكم محمد كلشي بخير صافا صافي بخير الله يبارك فيك الله يحفظك السلام عليكم خويا الله شوفوا واش غندير حط الماتيريال غادي يولي مزيان مرحبا صافا خويا بخير كيف مزيان كيهضر الأمور بسم الله حطوا لعيبات هنا بسم الله السلام عليكم مدام صافا بخير كلشي مزيان كلشي بخير الله يبارك فيك الحمد لله اول المستقبلين الايمن والطاقم اللي كيشتغل معاه كانوا المسؤولين على التسويق ديال هذا المطعم
واللي سبق وتعامل معاهم. على بروميير كولابوراسيون كانت زوينه و نافي ان بون روتور. اليوم عندنا واحد لا سبيسياليتي اللي بغينا نديرو لها لانتروداكسيون لودونس ديالك. تري بيان بون معاد. دونك هاد لو شو ديجا شوف انستغرام با مال دو فوا عندكم هو اللي في ديك العافيه وداكشي. دونك حنا غنصوروه اون بلون لارج غنصور يكون هنا باقي لا نصور في هاد لاطاب ان شاء الله. غيكون لو شو هنايا حنا غنصور اون بلون لارج بليك ليغاج ديالنا باش يبان الشو مان شويه مزيان. ابخي باش تسالي لو شو غيطيب الحيمه تحطونا فوق لاطاب حنا غنوفي هاد الكليفون نوار. باش ايزولي وشنو كاين لي طابلي كاين على برا يبان لو برودوي دو تري بون كاليتي. هذا الحديد جرى فيه شرح الغايه من هذه الخدمه الاشهاريه، وبعد هذا العمل غادي يبدا في صناعه المحتوى الخاص بهذا المطعم. الناس كيتخيلوا بلي قصص راه شخص واحد او صناعه محتوى فيها شخص واحد، وهذه الفكره غلطه بزاف، لانه باش تعطي واحد المحتوى ديال بجوده مزيانه وباستمراريه وسقطوا بالضغط اللي كنطرحوا فيه بعض المرات، كاين فريق عمل داير هادشي. باش كتكون مثلا صناعه المحتوى على واحد الشركه كبيره بزاف صعيب تخدم راسك. حنا تبارك الله عندنا واحد فرق كبير على السي محسن الاخ حمزه، وعند الناس اللي في الباك اوفيس اللي خدم معنا ما كيبانوش ما يخرجوش من الريستو كيخدموا من ديورهم، ديزاينر سوتيتراج الناس اللي كيجيبوا على ميساج غير باش نحنا لا جيستيون ديال هاد نسلموا لو بروجي تمشي مزيان. مجهود معنوي اللي خلاني نخرج من الخدمه ديالي باش نتبع داكشي اللي كنبغي هو صناعه المحتوى. دوكو كاين افور ماشي ديالي ديال فرق كبير، وكاين افور معنوي ومادي في مصلحته. هاد المجال والفرص اللي كتواجد فيه خلى أيمن يقرر يغادر العمل ديالو ويتفرغ لصناعة المحتوى اللي كيتحقق من وراءها أرباح ونوع من الشهرة. فشنو هي الأمور اللي كيتخصص فيها أيمن والفريق ديالو في صناعة المحتوى اللي كيتعرض على مواقع التواصل الاجتماعي؟ صغير شوية صاف تتقدم تصاف صاف سير. بالنسبة للكونسيب ديالنا حنا اون باج اللي نبارطاج فيها لي ريستو لي زوتيل كل ما هو بون بلون كل ما هو قص. دونك نبارطاج مع الناس فين يخرجوا ياكلوا فين يتغداو فين يتعشوا فين يفطروا. حنا في بعض الحالات حنا اللي كنقلبوا على المحتوى. حنا دابا باش اون باج وصل الحمد لله اليوم تقريبا نصف مليون متابع كان فيها واحد لي زافور اللي درنا من قبل، ودرنا دي فيديو اللي غيعجبوا الناس، حيت كاين تصور ان ريستو عادي وكاين تصور ان ريستو شي حاجه سبيسيال كيف ما حنا اليوم. دونك بارفو حنا اللي لو ريستو حنا كنطلبوه عافاك خليني غير نصورو عندك لانه عارفين ديك لا فيديو ديالو هو اللي غنديروا ليه غتنفعنا بجوج، غتنفعنا حنا كمحتوى غيجيب لنا دي فيو دي جيم دي فولورز، وهذا نفعه هو غيجيب لي بزاف ديال الزبناء جداد حيت حنا اون باج مختصه غير في الماكله. دونك متبعينا تقريبا نصف مليون متابع ولا اكثر كاع اللي جمعنا المواقع التواصل كاملين عندهم الفاعه من المتابعين ديالنا، لانه حنا واحد لو كارفور واحد الملتقى ديال المتابعين والمطاعم. بالنسبه للفينانسمون ديال لي فيديو ديالنا كيكون ماشي ما كيكونش كيكون بيان سور غير هو ماشي بكثره كبيره كيف ما جاء على لسان مخاطبنا. فصناعه المحتوى كتطلب موارد ماليه، وهذا الشيء كيخلي عدد من الاشخاص من امثال ايمن واللي كيقوموا بصناعه المحتوى يديروا شراكات يعني دي كولابوراسيون باش يمولوا المحتوى ديالهم. باش نعرفوا كيفاش كتجري هذه العمليه الوجهه مكان اخر. سلام مرحبا بكم كاملين معنا في لي مغني، معكم حتى العشرة ونص ديال الصباح. حنا الان مع زينب واللي كتشتغل في الواقع منشطه اذاعيه في وحده من الاذاعات الخاصه، وكتشتغل ايضا في العالم الافتراضي. صباح ستوري شتا ابتداء من 9:30 حتى هي اون في ان تي تور دو كوتي دي ريزو سوسيو كنشوفوا شنو طالب كنعاودوا لكم كلشي. زينب معروفه على مواقع التواصل الاجتماعي باسلوب خاص، وعدد المتابعين ديالها كيوصل لمليون شخص. الوغ جينيرالمون الكونتوني ديالي انا في لي ريزو سوسيو كنت بديت بتوسكي ميك اب سوان دو لا بو ايتترا. دونك كنت بديت شحال هادي لونتون في يوتيوب، كنت في يوتيوب ماشي سور لي ريزو سوسيو، وبديت حيت تو سامبلومون في ديك الوقيته باش كنت بديت ما كانوش بزاف ديال البنات كيديروا هاد الكونتوني. انا ملي كنت بديت ديجا في يوتيوب جوبونس كان دوزت واحد العام ونص ولا عامين سون كولاب، باسكو ما كانوش لي كولاب كاع في ديك الوقيته كيما قلت لك. دونك ما كنتش كنخدم كولاب، كان الادسنس باغ كونتر، مي صراحه ما كنتش كندخل منه غون شوز باسكو كنت ما كنتش كنحط الناس اللي كيدخلوا بزاف من الادسنس ومن الناس اللي كيديروا بعدا الملايين والملايير ديال الفيوز. مثلا انا كنت في 3 شهور نقدر ندخل 1000 درهم. دونك انا فريمون ما كنتش عواله كاع عليه باسكو ما راه ورا والو. شنو هي ما هو انفستيسمون في كاميرا شريتي، ما هو انفستيسمون في لوميير شريتي، حتى شي حاجه. هذا الشيء كان في السابق، لكن شنو هو واقع مداخيل العالم الافتراضي اليوم من خلال صناعه المحتوى؟ اي باغ لا سويت عدوا لي كولابوراسيون ولاو لي ماركيت انتريساو لهذا الدومين ديال الديجيتال، ولاو كيقولوا تيان
بنادم راه كيبيع في الديجيتال، بنادم راه خدام في الديجيتال، هنا فين ولاو كيكونتاكتيونا لي مارك سوا باغ ميل سوا في لي ريزو سوسيو ديالنا، كيكتبوا لينا فوالا حنا بغينا نخدموا معاكم على تيل و تيل برودوي. وديك الساعه انت كتشوف نورمالمون الا كنتي نازيه راك كتاخذ داك البرودوي وكتجربو وكتشوف لا عجبك عاد كدير ليه الاشهار. الا ما كنتيش نازيه راك كنتي كتشد وكدير نيشان الاشهار للبرودوي واخا ما تكونش عارف واش مزيان ولا ما مزيان. هنا سولنا على شنو هي انواع الشراكات اللي كتجري ما بين الشركات اللي كتبغي دير الاشهار للمنتوجات ديالها عبر صناع المحتوى اللي عندهم عدد كبير من المتابعين، واللي من بينهم زينب اللي كيوصل عدد المتابعين ديالها لمليون شخص. قلتي كاينين دي كولابوراسيون اللي كيقول لك مثلا نديروا ان ايشانج ناتور، يعني مثلا ان ايشانج دو مارشانديز باردون، دونك دوكو انت مثلا كتعطيهم دوك لي ستوري هما كيعطيوك واحد لا مارشانديز اللي تقدر تكون كما قلتي سيرفيس مثلا شامبر دوتيل ولا ويكاند في شي اوتيل ولا المهم ديك الساعه كديري مع لي بيرسون. اولا كاينين دي جون اللي كي تو بروبوز دي برودوي كيعطيوك هكذا دي برودوي كيقول لك انت هضر عليهم وبارطاجيهم. وكاين ثالثه صورت لانه كدير كيعطيوك داك البرودوي اللي بغيتي تهضر زعما اللي بغاوك تهضر عليه كتجربو كيعجبك ما كيعجبكش وكتطلب انك كتاكزيجي انك تخلص. انا جو بريفير لي بيمون زعما الا كان عاجبني ان برودوي كنهضر عليه جو بريفير يتبي باسكو بون صراحه انا شخص اللي من غير داكشي اللي كيوصلني شخص اللي كنشري بزاف وكنشري بزاف وكنتيستي بزاف لي برودوي، يعني انا اصلا ما عنديش فين نحط لي برودوي زعما كنت غندير معاك كولابوراسيون باش ناخذ برودوي سان مانتيريس با مو جينيرالمون. ديجا البرودوي خاصو يكون عاجبني ومقتنع به، واون فوا عجبني ومقتنع به شكون غادي يرفض انه يهضر على شي برودوي كيعجبو موين اون دلارجون. دونك سي بحال الخدمه. زينب وبكل وضوح كشفات لينا حقيقه شنو كيجري في هذا العالم، يعني اي خدمه اشهاريه او ترويج لمنتوجات او خدمات من قبل اغلب صناع المحتوى او المؤثرين كيكون عندها مقابل مادي كيجري الاتفاق عليه او منفعه خاصه، واللي كتكون على شكل عطله في فنادق مصنفه او وجبات في مطاعم وغيرها من الامور، وهذا الشيء اللي غادي نعرفوه مع شخص اخر. حنا الان في مكان اخر، والشخص اللي امامنا هو نور الدين اللي بدوره شخصيه معروفه على وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا سولنا على كيفاش حتى تصبح كيقوم بصناعه المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي. صراحه الكونتوني كيفاش بدا؟ خديت بطل المغرب من ورا. فاش خديت بطل المغرب بداو الناس كيتابوناو عندي، دونك قلت خصني نبدا ندير فيديوهات نبارطاجي مع الناس ليكسبيريونس ديالي. وانا كنخدم في هادشي او ميم طون كنت كنقرا ديفلوبمون بيرسونيل داكشي ديال التنميه الذاتيه، قلت علاش لي ما جمعش بيناتهم بجوج. دونك قلت زعما ديك ديال عمرت الجسم ديالي اجي نعمر دماغي داكشي. دونك قلت خصني ندير واحد الحاجه اللي ما نشدش غير واحد الفئه ديال السبور، نحاول نشد فئه بزاف. قبل كي جات الفكره ديال نمشي ندوز ميساجات مثلا كنمشي لي ريستو كبار، هذا هو اللي ولا دابا. المحتوى اللي كيقدم نور الدين في مواقع التواصل الاجتماعي كيتمثل في كونه كيمشي للاماكن الفاخره واللي الخدمات ديالها باهظه الثمن، ومن بين هذه الاماكن المطاعم المصنفه. فواش الخدمه اللي كيقوم بها كيكون من وراءها ربح مادي؟ وغالبا الناس كيسحب لي من هاد البلايص اللي كنمشي ليهم كيكونوا مخلصيني. ما كيكونوش مخلصيني علاش؟ حيت مادام بغيت نتصالح مع داك الدري الصغير اللي فيا داك البراءه ديال نقول داكشي اللي كاين، دونك خصني نمشي لواحد البلاصه نقول داكشي اللي كاين، يعني سواء عجبتني وما عجبتنيش. الا كانوا مخلصينك ما تقدرش تقول لي ما عجبتنيش. دونك هنا كنخلص من جيبي، واللي كيهمني بصح كندير ربح من الفيوز فيسبوك بوحده هو اللي كنربح منه، ما تيك توك ما كندير لايف ما حتى لي كولابوراسيون ما كناخذهمش. بحال كنلعب على واحد ليماج بغيت نبقى كاسب الناس نبقى صريح وكنقول الربح يجي من بعد. هنا كشف لينا باللي ما كياخذش مقابل مادي في الاماكن اللي كيقصدها، بل كيحقق الأرباح المادية من عدد المشاهدات اللي كتحقق من مجموع المتابعين. وهنا سولناه علاش ما كيديرش الإشهار والشراكات أي لي كولابوراسيون. بزاف د الحوايج كنقول عليهم لا، حيت ما بغيتش نخسر الكريديبيليتي ديال الناس، وما بغيتش البروفيل ديالي يكون كل دخول تلقى عندي غير إشهارات. حيت قد ما شوفي الصراحة كيف ما كانت كيتقبلوها الناس، دونك كنقول خصني نتصالح مع هادشي. ما عجبتنيش حاجه نقول ما عجبتنيش. جاتني شي كولابوراسيون مثلا
اخر مره قالوا لي جال دوز هضر على كيفاش ولات لابو ديال ما ولاتش واش غتولي لابو ديال تي كانت بحال كزعما حتى الشعب المغربي وعبد الشيء صراحه ولاو كيعرفوا ان الواحد كيتفلى عليهم ولاو كيعرفوا ان الواحد الا ولا مغرور ولاو كيعرفوا بزاف الحوايج. الاشخاص اللي قبلوا يتحدثوا معنا وبكل جراه عندهم قناعه، يعني ما كيروجوش لشي محتوى ما كيكونوش مقتنعين به، وهذا كيبقى فقط استثناء وماشي قاعده عند جميع الأشخاص اللي كيقدموا خدمات إشهارية والترويج لمنتجات وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي عدد المستعملين ديالها بالمغرب كيتقدر بالملايين. وهذا المعطى كتكشفوا المعطيات الرسمية اللي مصدرها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبحسب أرقام هذه المؤسسة الرسمية فعدد مستعملي الإنترنت في المغرب كيزيد على 30 مليون شخص. دي لا كوموند ديال الكليانه ديال البارح. هي جوج بها كيف قلت لك ديما ما عمرك انسى شي غاطو ما نبارطاجيه في الانستغرام، حيت الانستغرام كل ما انسان كيشوف غاطو جديد هذيك هي الثقه ديالنا. ملي كنبارطاجيو حنا يوميا اللي غاطو ديالنا كيقول لك هاد الناس راه خدامين. يعني البارح جا واحد الكليان جاب لنا واحد الصوره نيت الحشيه غير بحال هذيك الساعه. احنا مطلعنا هادشي ديال المواقع الاجتماعيه، خصنا حنا الكليان نوصلوا عندو للدار، وهو ماشي حنا ماشي هو يجي عندنا، خصنا هو نجيبو. شي مرات غير كتعجبو الحاجه كيبقى مريح في داره وكيجي ياخذها. الحديث اللي سمعنا في هذا المكان اللي هو عباره عن مقهى ومحل بيع الحلويات كيبين باللي استهداف الزبائن ما بقاش كيجري بالطرق التقليديه، بل اصبح كيعتمد على الانترنت اللي كيتواجد فيه ازيد من 30 مليون شخص موزعين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. انا بالنسبه لي شخصيا نجاح اي بروجي دابا حاليا خص اي واحد يعتمد على الميديا بغيتي ولا كرهتي، وذلك بالاستعانه مثلا بمؤثرين اللي كيحاولوا ما امكن انهم تكون عندهم واحد الشعبيه في المواقع الاجتماعيه ويكون عندهم مثلا واحد في الوسط ديالهم واحد المصداقيه باش هذاك البروجي ديالك ينجح ضروري انك تستعين بهم. هذا المحل للترويج للسلعه ديالو كيستعان بخدمات عدد من الاشخاص اللي عندهم متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيطلقوا على نفسهم اسم مؤثرين. فشنو اللي كيخليه يعتمد عليهم؟ بالنسبه للمؤثرين انا غالبي ديال المؤثرين اللي تعاملت معهم هما اصدقاء ديالي كيامنوا بداك الشيء اللي كنقدم انا. اول حاجه اغلبيه الناس كيجيو كيصوروا هما مؤثرين في المدينه وكيبارطاجيو، ما يعني غالبيه الناس ما كانش واحد المقابل المادي. كاين الناس اللي كنتهلا فيهم مثلا بحال هكا، يعني كان عندهم دور مهم بالنسبه لي انا، حيت هما كتلقاهم متبعينهم واحد الناس اللي عندهم متبعينهم في المواقع الاجتماعيه. انا اغلبيه الناس كاين شي مرات كنبارطاجي شي حاجه مع هاد المؤثرين كيجي كيقول لك راني شفت هاد الكاطو، شفت عند واحد المؤثر وعجبتني وداك الشيء علاش جيت عندك، وانا اول مره غادي نجي عندك. ومن ديك الساعه ملي كيجي هو صافي كيبقى هو كليون في ذلك. بالنسبه للمؤثرين ولا الميديا في هذا الوقت هذا ولا واحد الحاجه ضروريه، ما يمكنش دير واحد البروجي تكون يلاه بادي وما يكونش عارفك واحد الناس بزاف. هذه ضروري كتستعان واحد المؤثرين باش كيزيدوا يبينوا البروجي ديالك ولا المحل. اول حاجه فاش كنبغيو نختاروا مؤثرين ولا داك المؤثر ضروري كنشوفوا فيه واحد المعايير وكيكونوا عندهم متبعين، واحد الناس اللي شويه كيكون طالع عنده الانستغرام ولا الفيسبوك. هذه هي اول حاجه، حيت انت كدير واحد الحاجه باش يشوفوها الناس بزاف ويجيو يكتشفوا خاصهم ضروري خاصك شي مؤثر كتستعان به ضروري. ما سمعنا فصناع المحتوى صبحوا كيتواجدوا بقوه في مجال الاشهار بغرض تسويق المشاريع ومنتوجات، فاذا كان هذا التواجد كيحقق ارباح فكيلزمها خصم ضريبي، لان القانون الضريبي في المغرب واضح واللي جا فيها بان اي شخص كيحقق ارباح كيف ما كان المصدر ديالها فهو ملزم بأداء الضرائب، وكل واحد على حسب المدخول دياله. كيف ما سمعنا على لسان أشخاص اختاروا الانترنت فضاء الشغل، أكدوا باللي هذا المجال كتحقق من وراءه أرباح ونوع من الشهرة. فشنا هو الوضع بالنسبة للمجال التجارة الإلكترونية واللي وصل رقم معاملتها بحسب معطيات رسمية 19 مليار درهم في سنة واحدة فقط؟ فشنو هو واقع هذا العالم اللي قرب المسافة بين الزبون وصاحب المنتوج من خلال بيع السلع والخدمات عن بعد؟ لكن السؤال اللي كيتطرح، واش هاد العمليات ديال البيع والشراء عبر الانترنت واش كلها كتكون سليمة 100%، أو تقدر تجعل من الزبون
ضحية لعمليات الاحتيال. لنتابع. هذا أيوب. هانيا شنو درت؟ صور شو الفيديو ولا ديجا حطيتو هذاك ديال لي بلاتفورم جداد؟ وهادي وفاء. فوالا ما با هي لا بوكس ديالنا من بعد فاش درنا لا بيرسوناليزاسيون انا نمها لي شوكولا كون دوموندي بيرسوناليزي لي بونبون. هاد الزوج ديال الاشخاص هما عينه فقط من الناس اللي اختاروا الانترنت لممارسه التجاره الالكترونيه، واللي وصل رقم معاملاتها بحسب معطيات رسميه مصدرها وزارة الصناعة والتجارة ل 19 مليار درهم في سنة 2022، وهذا الرقم كيوازي ميزانية بناء 4 ديال الملاعب ديال كرة القدم اللي كتوجد للمونديال 2030 في المغرب. هذا إلى خدينا ملعب بن سليمان الكبير كنموذج اللي محدد الميزانية ديال البناء ديالو في 5 ديال المليار ديال الدرهم. هنا الشيء ديال المغرب صافي تهنينا واخا، والمشكل ديال جوجل باقي واقيلا كاين. وباش نعرفوا كيفاش كيحقق عالم التجاره الالكترونيه هاد رقم المعاملات، كان من الضروري ما نعرفوا الامر من عند الناس اللي اختارت الاشتغال في هاد العالم اللي كيعتمد على التطور التكنولوجي. بالنسبه للاي كوميرس نقدروا نلخصوا في 5 ديال 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 المراحل، اللي هو ان خصك يكون عندك واحد البرودوي اللي غتبغي تبيعو اونلاين، تبيعو في الانترنت زعما في الويب. دونك كتلقى شنو هو هاد البرودوي هذا، مورا هذاك البرودوي كيخصك تقاد لي واحد البوتيك اونلاين فين غتبيعو. هاد البوتيك هذا هو اللي كيعوض بشحال هادي المحال ديال تصايب محل في الزنقه وخصك الكره ديالو والماء والضو وكذا. دابا وليتي تقدر تطلع السيت ديالك في واحد المكان من الساعه تليستي فيه لي برودوي ديالك، ويكون داك السيت اكتيف فيزيبل لكاع الناس اللي كاينين في العالم كامل. هذه المرحله الثانيه. الثالثه كيخصك دير الاشهار، لان انت ماشي الوحيد اللي عندك سيت ويب في الدنيا، راه كاينين ملايين الناس دايرين لي سيت ويب ديالهم وكلشي باغي يبيع. دونك هنا فاش كيجي الدور ديال الاشهار اولا ديال الادز باش تقدر انت تبيع البرودوي ديالك، وكيدير هذا الاشهار كاع لي بلاتفورم ديال ريزو سوسيو. هذا العالم اذا ليه قواعد خاصه للاشتغال فيه، فشنو هي باقي الوسائل اللي كتعتمد في عالم التجاره الالكترونيه؟ كيختاروا شمن سيبل الناس بغاو يسيبلي، ورجال ولا عيالات، شمن فئه عمريه، شنو البيهيفيرز ديالهم، يعني الانترست ديالهم، واش مهتمين بالكوزميتيك، واش مهتمين بالكره، واش مهتمين بشي دومين اخر. دونك هادشي كامل ولا اكسيسيبل في الداتابيز اللي كتكون عند هاد لي بلاتفورم هادي. دونك هذه المرحله الثالثه. كتجيك المبيعه، كيخصك واحد السوندر دابي لي كونفيرمي لك لي كوموند اللي كيجيو باش يعرفوا واش هاد السيد اللي عمره باغي هاد البرودوي واش سيريو ولا ماشي سيريو. ومورا ليطاب الخامسه والاخرى اللي هي الليفريزون، كتجي واحد الشركه ديال ليفريزون. هادشي الا كنتي خدام بالكاش اون ديليفري، نظام الدفع عند الاستلام، الا كنتي خدام كتخلص باكارت فراه ما كتكون عندك لا كونفيرماسيون ولا حتى حاجه، كتانولي ديك لا بارتي ديال لا كونفيرماسيون. فهمتي؟ لا كونفيرماسيون كدير للناس اللي كيكونوا خدامين سيستم كاش اون ديليفري. عمرت واحد الفورم وتسنيت باش توصلني السلعه، عاد خلصت الليفرور في البيت. دونك هذا هو الملخص ديال ليكم. سالينا هاد السيسيون اليوم هنا، عطي لزينب باش مونطين باقي خصو يتمونطا ديال لي فيديو، ونديرو لا غينيون ثلاثة د العشية ولا ربعة، نديرو لا غينيون ديالنا باش نكلوتيريو هادشي صافي. هنا حاولنا نعرفو شنو هي الوسيلة اللي كيفضلوا المستهلكين بالمغرب التعامل بها في عمليات الشراء عبر الانترنت. واش الدفع المباشر عند التوصل بالسلع، أو الدفع عبر الانترنت عن طريق البطائق البنكية؟ بالنسبة لا كونسوماسيون زعما ديال البوبليك اللي كندويو على المغرب في الاي كوميرس في هذه الوقيته هذا، ولا في التجاره الالكترونيه، كاين واحد لاحظنا واحد الفرق كبير. هذا الفرق هذا غندوي لك على ما قبل حقبه الكورونا وما بعد حقبه الكورونا. داكوغ؟ دونك قبل الكورونا ما كانش نفس الفوليوم اللي كنشوفوا دابا. دونك حنا زعما في لي زاناليتيك اللي عندنا، في الداتا اللي كنشوفوا زعما ديال الناس كيفاش كيشريو، في دي زيتود اللي كيخرجوا مازال كيخرجوا لحد الساعه، قبل كورونا كانوا الناس ما عندهمش ديك الثقه الكامله بانه يشري اونلاين. سواء زعما كنديو باش نعرف، حاليا في المغرب 95% ديال المغاربه كاملين كيشريو بنظام الدفع عند الاستلام، يعني تيبغي حتى كيوصل ليه الليفرو ديك الباكج ديالو ولا الكوليه ديالو للدار عادي يخلصو اسباس يعطيه كاش. 5% ديال الناس اللي في المغرب كامل هما كيستعملوا بايمون باكارت، كيخلصوا بلي كارت ديالهم، كيعمروا لي زانفورماسيون ديالهم في شي سيت ويب وكيخلصوا ديك الساعه. التجارة الإلكترونية كتعتمد على الإشهار بغرض ترويج للمنتوجات من خلال عمليات إشهارية، كتختلف الطرق ديالها. أولا خاص البرودوي يكون كيسولفي واحد البروبليم وكيحل لنا واحد المشكل عند الكاستومر. ثاني حاجة خاص هذا البرودوي ما يكونش متواجد في الأسواق، صعيب الكاستومر يلقاه باش هكا يقدر ياخذ من عندك. هنا حاولنا نعرفوا
شنو هو دور الإشهار في التجارة الإلكترونية؟ بالنسبة للماركتينغ كيدار أتخافير لي بلاتفورم ديال لي ريزو سوسيو اللي كاينين في المغرب. دونك هاد لي بلاتفورم هادو باش نقدروا اننا نبيعوا لي برودوي ضروري ما اننا نديروا الاشهار فيهم. بحال هادي باش تقدر دير الاشهار كنتي كتفرق لي فلاير في الطريق، كنتي كدير داكشي ديال لي بانو، تقدر دير الاشهار في التلفزيون، مازال كيدار حتى لدابا. ديجيتال ولا كيعطيك واحد البوفوار اكثر انك تلونسي الاشهار، تعرف هاد اليوزر اللي دخل عندك واش دخل السيت ويب ديالك ولا لا، والتراسي بلا تراسابيليتي واش دخل ولا لا. دونك في البيب زعما ديال لي ريزو سوسيو كتقدر دير واحد $5 في النهار في المغرب مثلا اللي هي 50 درهم، تقدر توصلك لواحد 5000 حتى 10000 ديال الناس، فهمتي؟ واحد لامبريسيون اللي تقدر توصلها ديال الناس. وهاد 5 دولار كنديو الناس تقدر تجيب لك مبيعات، يقدروا يشريو من عندك 3 4 ديال الناس اللي غيشريو واحد البرودوي كيسوى 199 درهم ولا 299 درهم، اللي هو الباني مويا ما بين 200 حتى 300 درهم. الاشهار هو القاسم المشترك بين المشتغلين في مجال التجاره الالكترونيه، واللي الهدف ديالو جلب الزبناء بغرض شراء المنتوجات او الخدمات. personnaliser الان مع وفاء اللي اختارت دير مشروع صغير على الانترنت، واختارت مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للترويج للخدمات اللي كتقدمها. فكيفاش جاتها فكرة العمل في مجال التجارة الإلكترونية؟ أنا في الأول لاكتيفيتي ديالي فاش بديناها بديت غير أونتر فامي، كانت عندنا واحد ليفينمون فاميليال وبديناها. هادي صافي من 2018. في الأول كنا حنايا لاكتيفيتي ديالتنا كانت غير مع لي بروش ديالي. أبخي قلت بوركوا با ما نديرش باج انستغرام فاش بقاو كيدوموندوها لي بروش ديال لي بروش ولي زامي ديال لي زامي ديالي، بويسكو ما كنتش بيان كونسونطري باش نحل انني نحل بوتيك ولا شي حاجه. وعاد كانت عندي شويه ديال لي زيتود وكنت خدامه اون باراليل الوغ ما كانش عندي الوقت، داكشي علاش اختاريت بانني نكون سوغ انترنيت ما نديرش شي حاجه اللي هي بوتيك اللي يكون الناس زعما يكون خصني ليه الوقت، يكون خصني ليه الوقت. داكشي علاش خدمت هكايا. صافي فاش بديت في الانترنيت في الاول كانت لاكتيفيتي كانت سي نورمال حيت ما كنتش معروفه بزاف، كانوا غير لي بروش ديالي هما اللي كيف قلت لك هما اللي كانوا كيدومونديو ليا لي بوفي. مي دابا نو سا مارش بيان، درا برسك سي 80% 90% من لي كليون ديالي سوغ انترنيت. المشروع اللي كتشتغل عليه وفاء هو عباره عن تنظيم وتموين الحفلات من خلال تقديم خدمات وسلع، عباره عن اكل وحلويات وغيرها. عدد من الزبناء ما كيندروش لعالم التجارة الإلكترونية بعين الرضا، والسبب التخوف في التعامل مع مواقع وصفحات وماشي مع أشخاص أو محلات. وهذا الأمر كيتعايشوا معاه جل الأشخاص اللي اختاروا الاشتغال في مجال التجارة الإلكترونية، كيف ما هو الحال ووفاء. في الأول وي الناس كيجيو كتقدر ما كتثيقش سي نورمال من حقها. هاد سكيفي داكشي علاش انا قاديت واحد الشوروم باش كاع لا كليون دو معايا سوغ انترنيت تشوف هكا دي فوتو داكشي بغي تجي تشوف داكشي اون ديريكت وتختار وتشوف لي شوا اللي هما يقدروا يكونوا ما كاينينش في لاباج ديالك ولا تشوف نوفيل كوليكسيون اللي كاين تجيب. كتجي هنايا كتشوف ديك ساعتين كترتاح بان فوالا راه شافت شي حاجه ماشي غير شي حاجه سوغ انترنيت ما عرفاتوش واش فوكونت واش اكزيست ديك لا بيرسون ديك لا مارك كاينه ما كايناش. سي فري كاينين ومن حقهم. فوالا مدام ها هي لا بوكس ديالنا من بعد باش درنا لا بيرسوناليزاسيون لي بونبون كيف ما طلبتيهم تخليهم دابا على برا تيكونوا الناس لي زانفيتي غياخذوهم عاد ابخي غادي يتحطوا في لي بوكس. في الاول سورتو قبل من كورونا ما كانوش الناس كيزعموا انهم يديروا لاشا ديالهم باغ انترنيت. في الوقيته البيريود ديال كورونا لا بلوبار ديال الناس العقليه ديالهم تبدلات، ولات لاشا سوغ انترنيت بزاف، ولا الاي كوميرس محرك بزاف. سكيفي هادي واحد كيفاش نقولوا هادي من لي زافونتاج ديال كورونا
بوغ مو انايا هذا افونتاج كورونا، حيت خلاتنا بان الناس ولات كتزعم انها تشوف وتشري ودير كوموند باغ انترنيت. بيع السلع والخدمات عبر الانترنت قرب المسافه بين الزبون وصاحب المنتوج، لكن هاد العمليات ديال البيع والشراء عبر الانترنت ماشي كلها كتكون سليمه 100%، بل تقدر تجعل من الزبون ضحيه لعمليات الاحتيال. باش نعرفوا الامر جينا لهاد المكان. احنا في سوق درب غلف، اشهر اسواق في تجاره واصلاح اخر منتوجات التكنولوجيا من هواتف واجهزه الكترونيه وغيرها. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت السي سعيد؟ اش واقع؟ البيع شحال هادشي؟ شوف قلب التليفون. هادشي ناضي اللهم بارك. شحال تشيكيتي الايمي ديالو المسائل؟ راه تشيكي السيد الايمي كلشي خداه، خدا منهم تقريبا 40 بياسة. والاحتيال اللي كيوقع في عالم التجارة الإلكترونية كان واحد من تجار السوق من الضحايا ديالو، كيف ما غادي نعرفو وحنا في هذا المحل. طب الأوريجينال ولكن شو التليفون اللي خدا؟ خدا من الانترنت هادشي. أو شاش لا ما تقولهاش. وين هادشي اللي خدا؟ 40 بياسة كاملة. يلا تصيد في هذا 40 تخيز نورمال جديد كيتشيكي هنا كيعرف جامي اكتيفي. هادشي حديدك متقلينه باش ما يعيقش به. من خلال هذا الكلام فهمنا باللي واحد من تجار هذا السوق بعد شراء الهواتف الذكيه اكتشف في النهايه المفاجاه بعد ما جرى اغراءه بالثمن ديالها في الانترنت. وعرفتي طريقه هذا حتى الكاميرا هذيك راه محيز ديالها ماشي تليفون وملصقينها هنا بالبوله. ملصقينها باش يعطي كاميرا. وهذا العظم هذا ماشي اوريجينال غير داك الكوبي. حاجه اللي خدا هو الكابل اوريجينال. لا فيشور عاديه. تا هي قطعين كاميرا، شوف قطعين كاميرا وملصقين بالكولا. التليفون كامل شاري فيه الكابل. هذا منين شراه؟ لا ماشي محل في الانترنت. الانستغرام خلاه من عند في الانستغرام تقريبا ناقصه شي 1200 درهم على ثمن جديد شراه من عنده 40 واحد قال لي راه ثمن مزيان تشيكه لي زعما كلشي خذ السلعه. راه طبعا هذا ماشي حلاك. شاري برو شاري كابل ب 6000 درهم. ولكن الثمن ديالو في السوق راه عندنا داك شي 7000 درهم. 7200 يعني تقرب لواحد 1200 ديال الفرق. باش نزيدو نعرفو اكثر على هذا الامر رافقنا صاحب المحل لهذا المكان، وهنا غادي يبين لينا بالاستعانه بالاجهزه اللي كيتوفر عليها على شنو هي مكونات هذه الهواتف المتلاعب فيها واللي تباعت التاجر بالسوق على اساس انها جديده وبثمن كيقل على ثمن السوق ب 1200 درهم. هذا الهاتف هذا كيف ما شفنا شرا احد الاصدقاء من طبيعه الحال شرا من الانترنت جابوه له ربما حتى للدار. كيتفاجئ هو انه بواطه او الكرتونه اصليه شارجور اصلي، ولكن الهاتف كيف ما شفنا فيه طرف ديال الحديده خاوي. وهنا على ما كنشوف انا في الميكروسكوب عندي كاميرا، هنا كنعرف الموديل ديال هذا اللي في هذه الكاميرا هو احد الهواتف ديال الاندرويد. اش داروا؟ لصقوها، هي اللي لاصقه كيف ما كنشوفوا هنايا. هانتوما اذا الا قلبنا هي بالميكروسكوب غتبان، يعني تبان لا تراس ديال لاكول. هنا الا شفنا في الظهر اي الكاميرا اللي معروفه حتى هنا الا شفناها غادي تبان لنا كاميرا، ولكن فاش نشوفوا لداخل حتى هي ملصقه بلاكول. اذا شنو كيديروا؟ كياخذوا كاميرات من هواتف اخرين كيقطعوهم وكيهرسوهم وكيفيكسوهم بالكول. اذا في هذه الحاله هذه الهاتف من برا قبل ما نفتحوه راه كيبان لنا اصلي ما كاينش غرام ديال المشكل، ولكن بعد ما كيتحل كنتفاجئوا انه الهاتف حتى لا كاستمير ما غنقولوش كوبي، هذا راه ما كاينش نهائيا خاوي من الداخل، يعني التليفون ما كاينش. النصب والاحتيال على الزبائن من خلال التجاره الالكترونيه كيجي من خلال تقديم سلع باقل من ثمنها الحقيقي، بالاضافه الى ابتداع اساليب للتاثير على الزبون. وهذا الامر اللي غادي يوضحوا لنا هذا الشخص اللي كيمارس التجاره الالكترونيه الى جانب التجاره بطرق تقليديه. شريفه غير كابل بوحده هو اللي كينصح في هذيك البواطه كامله، يعني التجاره الالكترونيه هي مزيانه ماشي مشكل، يعني تنقول الانسان يقدر يتوجه لها يشري منها كل شيء، غير هو يعرف معد من غياخذ، لان اغلبيه كاين اللي كيشد هذيك تسكون ديال الباب ديال النصب كيشدها كينصب بها على اخرين. كاين واحد الهواتف تقريبا كيديروا شي 12000 درهم عندنا هنا في السوق، بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، هاد الهواتف داروهم ب 6000 درهم، يعني كيبيعوا بنفس الثمن، وهاد الهواتف اللي كيديروهم ب 6000 درهم اش كيقول لهم؟ كيجيبوا شي ناس كيكونوا هما كيعرفوهم، كيقولوا لهم بانهم غيبداو يكومونتيو بان هاتيف راه وصلنا مزيان كذلك، يعني الناس ملي كيشوفوا هذيك لي كومونتير كيرتاحوا،
كيقولوا راه كاينين الناس شراو، ولكن هذوك الناس كيخدموا هما معاهم، كيبداو دوك الناس يشريو وكيبداو يقولوا بان التليفون وصلنا مزيان كلشي الامور بخير، هو راه ما كيوصلهم حتى شي حاجه غير هما كيخدموا معاهم. ملي هما كيخدموا معاهم وكيتوقعوا فيهم كاينوا الناس اش كيقول لك، كيقول لك في الصيف ارسل لي واحد الافونس ديال 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم والتليفون ملي غيوصلك الدار غتكمل ليا. الانسان ملي كيصيفط 1000 ولا 2000 ولا 3000 ما تتوصل حتى شي حاجه. طرق النصب والاحتيال في التجاره الالكترونيه كتختلف وكتطور، لكن الزبون كيلزمو قبل التعامل مع هذا العالم يكون عارف مجموعه من المعلومات على الجهه اللي كيتعامل معاها، كيف ما غادي يقربنا من الامر هذا الشخص داخل سوق درب غلف واللي كيتزاوج بدوره بين التجاره الالكترونيه والتجاره بطرق تقليديه. مي كنديروا بواحد المواصفات اخرى، كنعطيو الناس لاباج ديالنا، كنعطيهم السيت ديالنا، كنعطيهم العنوان ديال المتجر ديالنا. كاين دابا حنت كاينين دابا بزاف ديال الناس اللي موظفين اللي كيكونوا عندهم، يعني راك عارف النهار دابا ولا قصير والانسان ما كيمكنش ليه انه مثلا يخرج يقضي واحد الغرض رغم انه ضروري ليه. يعني ملي كتكون بيناتنا واحد الثقه، عطيتك واحد البرودوي والسميه ديالي مثلا ملي كتطلع لك كتقول انه هذا الشخص راه مزيان غارونتي. مي كاينين كيف ما قلنا اي حاجه دابا التجاره، حنا دابا في التجاره التقليديه كاينين الناس اللي مزيانين وكاينين الناس اللي ما مزيانينش، يعني الانسان يعني خص يكون واحد الصفه، يكون واحد المعقول. وهنا زدنا وسولنا على شنو هي باقي الامور اللي كتاثر على صوره التجاره الالكترونيه. الناس يعني ماشي نعطيك انا مثلا في الصوره ولا في الفيديو ولا في لي ديتاي ديال البرودوي انه هذا البرودوي كوم كوا راه فيه هذه هذه هذه، نيوصل للناس تلقى ما فيهش داك الشيء، هذه في حاله انها كتهرس التجاره الالكترونيه. حنا بالنسبه لنا خدامين بالنسبه للتجاره التقليديه والتجاره الالكترونيه داخلين فيها. عالم الانترنت فيه نشاط تجاري كيتقدر بملايير الدراهم، وكيف ما فيه اشخاص كيشتغلوا بشكل سليم لارضاء الزبائن، ففيه اشخاص اخرين اللي كيستغلوا هذا العالم بغرض النصب والاحتيال على الزبائن، الشيء اللي يقدر ياثر بشكل سلبي على نشاط التجاره الالكترونيه. طرق النصب والاحتيال في التجاره الالكترونيه كتختلف وكتطور، لكن الزبون كيلزمو الحذر في التعامل مع هذا العالم اللي كتحقق فيه ارباح ماليه، واللي النسب ديالها كتختلف بين ممارسين نشاط التجاره الالكترونيه كيف ما هو الحال، والارباح اللي كتحقق من قبل الاشخاص اللي كيطلق عليهم اسم مؤثرين وصناع المحتوى. يعني ارباح هذه الفئه كتختلف باختلاف عدد المتابعات والمشاهدات وعدد الخدمات اللي كتقدم تحت طلب الزبائن. وهنا كان من الضروري ما نعرفوا شنو هي الوضعيه الضريبيه ديال هاد الناس اللي كيشتغلوا في هذا العالم، هذا في الوقت اللي كاين جهه في المغرب كتعرف تفاصيل مداخيل وارباح جميع المشتغلين في الانترنت، ماشي في المغرب فقط وانما حتى في الخارج. لنتابع الخدمات اللي كيقدموا الاشخاص اللي اختاروا الانترنت مجال للاشتغال، سواء من خلال تقديم محتويات مختلفة، واللي من بينهم أيمن وزينب ونور الدين كيكون من وراءها ربح مادي بعد ما أصبح الإقبال على خدماتهم موضة جديدة. وهذا الأمر اللي غادي يقربنا منه هذا الشخص اللي كيشتغل مسير لشركة كتلعب دور الوساطة بين صناع المحتوى والشركات اللي أصبحت كتفضل التعامل مع صناع المحتوى في الإشهار والتسويق للمنتجات والخدمات ديالها. ممكن نخدمه معها لي بوت دو كومونيكاسيون اللي هما عندهم واحد ليستينغ ديال الشركات اللي كيطلبوا الاشهار وكيتعاملوا معنا حنا مثلا باش نتصلوا مع هاد لي انفلونسور ولا مع دي زارتيست اللي كيخدموا في صناعه المحتوى اون جينيرال، يعني في المجالات ديال الاستهلاك، مجال دو كونسوماسيون. العمل ديال هاد الشخص هو التنسيق بين صناع المحتوى والمستشهدين عبر وكالات التواصل بغرض عقد شراكات للترويج للمنتجات والخدمات عبر الانترنت. وباش نفهمو اكثر سولناه على شنو هي نوع الخدمات اللي كيجري طلبها من صناع المحتوى. كاين يصيفط لك انين بوكسينغ، كاين عاوتاني حاجه اخرى كتكون ان اوبنين كيبغي هو المستشهد تكون حاضر، هذاك السيد ولا السيده ديال صناع المحتوى يكون حاضر. كاين عاوتاني عقد استشهاري مدة سنة سكون ابل ليجيري ديال واحد لا مارك. دونك صانع المحتوى ولاجونس كتعامل مع الطلب ديال المستشهد. إذن الخدمات اللي كتقدم من قبل صناع المحتوى كيتلقاو من وراءها مقابل مادي،
وهنا كان دافئ باش نعرفوا شنو هو مصير هاد المداخيل اللي كيحصلوها صناع المحتوى. وهنا سولنا ايمن اللي عنده صفحه على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيتابعوها ازيد من نص مليون شخص، على واش الارباح اللي كيحققها من هاد العالم كيجري التصريح بها عند اداره الضرائب، كيف ما هو الحال وجميع المجالات اللي كتحقق ارباح. كيف ما قلت لك قبيله كاين تروات يبدو كولابوراسيون، كاين لي ريستو اللي حنا كنعزلوهم كيمشيو عندهم باش نديرو محتوى في الصفحه ديالنا، كاين لي ريستو اللي هما كيعيطونا كيعرضوا علينا وحنا كنقبلوا الطلب ديالهم باش نجيو نصور عندهم، وكاين لي ريستو اللي اغلبيه كيكونوا خارج الدار البيضاء كيفينونسيو لنا الترونسبور ليبرجمون وكيعطيونا واحد المبلغ مالي في الكوتي فيسكال زعما ضبط الامور كامله. عندي بطاقه المقاول الذاتي دونك في لافان دو سيرفيس كنعطيو اون فاكتور لو ريستو، لو ريستو يديكلار سا فاكتور، حنا كذلك كنديكلارو بجهتنا باش نكونوا ليغال في كوتي ان. اطلاع ايمن والمامو بمجال المقاوله خلاه يفكر بهذا الشكل. فشنو هو الامر بالنسبه لزينب اللي عندها صفحه على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي وكيوصل عدد متابعيها المليون شخص؟ الوغ انا من نهار بديت لي كولابوراسيون سور بلاس كنت بان لي انا كي دي كولابوراسيون دي انك تخدم مع دي غراند سوسيتي، دونك ملي كتخدم مع دي زونتربريز لي كبار عندهم اون اوبليغاسيون فيسكال وخاصهم اصلا يجيستيفيو اي درهم كيخرجوه، دونك باش يجيستيفيو ايزون بوزوان دون فاكتور. تما كنخرج يلاه خرج ستاتيو دو اوتو انتربرونور، في الاول كنتي كتمشي للبوسطه باش تخلص ومن بعد ردوا انك مكلك تخلص كل شيء غير في انترنت، كتقول لهم شحال دخلتي اي كي من داك الشيفغ دافير اللي دخلتي كياخذوا لك واحد 1%، يعني ميم اون تيرم دو ضريبه الى اكسيبسيونيلمون انتريسون داك لو ستاتيو اوتو انتربرونور. ما كتخلصش زعما ضرائب كبار، يعني بحال كيشجعوا الناس اللي ما مقننينش واللي ما عندهم مثلا مولفين يخدموا في النوار انهم انتما غير خدموا اي عندك واحد الحد اللي خاصك توصل له، مثلا اون تيرم دو سيرفيس ما خاصكش تفوت 20 مليون في العام، اي اون تيرم دو برودوي ما خاصكش تفوت 50 مليون في العام. الا فتي هذا القدر هذا كخصك تحول ستاتيو اوتو انتربرونور لشركه. كيف ما سمعنا فالمقاول الذاتي عنده سقف محدود من المداخيل في السنه، وفي حال ما تجاوز هذه المداخيل واصبح مدخوله اكبر كيكون ملزم بتغيير النظام الضريبي. دابا انا خدامه بان اس اي ال بكونطابل اللي كيدخل كلشي وكيخرج كلشي وكيشوف كاع اللي داخل وخارج من الكونط. دونك انا صراحه دوبي توجور كو سوا ستاتيو اوتو انتربرونور ولا لو ستاتيو ديال الشركه ديالي دابا ديما كنخلص الضريبه، دونك ما جاتنيش غريبه انهم يقرروا انني نخلصوا الضرائب حيت انا من نهار بديت وانا كنخلصهم، دونك ما جاتنيش شي حاجه غريبه. فاذا كانت الوضعيه الضريبيه لمخاطبتنا سليمه تجاه الضرائب وكتدفع مقابل على الأرباح اللي كتحقق من صناعة المحتوى، فهناك فئة أخرى اللي ماشي بنفس التفكير، يعني كيحققوا أرباح بدون ما يؤديوا نسبة منها للضريبة. فكيفاش كتشوف زينب هذا الأمر؟ عمري خدمت في النوار ديما كنخلص الضريبة ديالي، دونك جو تروف لوجيك أن كلشي يخلص الضرائب. بالعكس انا كيجيني بحال بالعكس غادي تولد واحد سنتيمون ديال الحقد عند الناس، ديجا كو الناس حاقدين على لي زانفلونسور حيت كيعرفوهم كيدخلوا الفلوس وبوغو كيدخلوا الفلوس بشكل ساهل الوغ كو سي با فغي، راه سي خدمه سي دو كونتوني. ديجا الناس ما حاملينوش حيت حاملو ما كيخدموش وكيشدوا الفلوس، وكتزيد انت كتقول لهم انا احسن من كلشي ما غنخلصش الضريبه. مو جو نو فوا با علاش الضريبه ديالك راه هي اللي كتمكنك زعما انك تعيش بلادك كتعاون بلادك، يعني ما يمكنش تجي انت من ضمن كاع الناس اللي خدامين تقول لهم انا لا ما علاش يحطوا لي انا الضريبه. الا انت في ساعتين ونص قديتي تدخلي 35 مليون خاصك تخلص الضريبه، اسمحي لي. فاذا كان هذا هو الوضع بالنسبه لبعض صناع المحتوى فالامر كيختلف عند المشتغلين في مجال التجاره الالكترونيه. فشنو هو اذا هذا الاختلاف؟ اي كوميرس عارفين باللي في هذه المده هذه كانوا خرجوا بزاف ديال القرارات على موضوع ديال فرض الضريبه على التجاره الالكترونيه. اللي خصك تعرف ان ديجا الناس اللي مستركتورين وكيديروا الاي كوميرس فراهم دايرين دي سوسيتي في المغرب، فهمتي؟ هاد لي سوسيتي هادو سي نورمال غيكونوا كيخلصوا الضريبه ديالهم لا تي فيا، كيخلصوا لياغ ديالهم، كيخلصوا لياس الضريبه على التجاره الالكترونيه. فيها بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتحققوا. كاينين الناس ديال الله بعدين وكاينين الناس اللي ماشي بعدين، كاينين دي ناس بروفيسيونيل وخدامين مثلا بلي كونت بيرسونيل ديالهم اولا خدامين مثلا بواحد الطريقه ديال الكاش ديال ليسبيس، فهنا ما كيكونش داك لا تراسابيليتي 100% على شنو لي ترانزاكسيون اللي داروا. فضروري ان خصك ستركتشر الامور بواحد الطريقه اللي قانونيه، فراه الدوله ضروري خصها تاخذ الضريبه. هذا اللي باش نكونفيرمي زعما راه ما كاينش شي واحد اللي يسلم من الضريبه. اذا كانت هذه وجهه نظر هذا الشخص اللي كيسير شركه للتجاره الالكترونيه، فشنو هو الوضع بالنسبه لهذه السيده اللي عندها مشروع صغير على الانترنت وكتقدم خدمات كتحصل بها على مقابل مادي؟ في الاول حنايا
كنا لاكتيفيتي ديالتنا كانت منحصره في الاول فاش يلا بديت لاكتيفيتي كنت منحصره غير مع لي بروش ومع لي بارتيكولير. ديرنييرمون فاش قديت لو شوروم ديالي وقديت لاتولي قلت بوكو با من نزيد حاجه اخرى دو بلوس باش من هنا لقدام ندير بروجي اللي هو يا كبير. قلت انني غنقاد لو ستاتيو ديالي فين كنت خدامه عادي قديت لا كارت ديال اوتو اونتربرونور من واحد الناحيه لي شارج ولي تاكس اللي نخلصهم للدوله قلالين و او ميم طون كتحميني انايا حتى لا بغيت ندفع ولا نبوستولي على لي زوفر اللي كيديروهم لي سوسيتي عندي لافونتاج بانني نقدم نقدم فاكتور لي دوفي الكاشي ديالي وكلشي. هادشي اللي سمعنا من عند هاد ربعه ديال الاشخاص واللي كيجمعهم العالم الرقمي لتقديم خدمات كيكون من وراءها ربح مادي كيبين باللي فئه من المشتغلين في هذا المجال كتأدي نسبه من الارباح للضريبه وكتقوم بالتصريح بالمعاملات الماليه ديالها، وهذا في الوقت اللي كاينه جهه في المغرب الاسم ديالها مكتب الصرف كتعرف تفاصيل مداخيل وارباح جميع المشتغلين في الانترنت. وهذا المكان خليه واحده من الخلايا اللي كيتوفر عليها مكتب الصرف لمراقبه التحركات والارباح اللي كتحقق من قبل صناع المحتوى مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي. عبر تفهم في شي تي دو بانطو شوفو الاوبيراسيون اللي كاين تما واللي فيهم دو ريسك انهم متعلقين بهادشي ديال ماشي غير بوغ يوتيوب نشوفو حتى لي زوطخ بلاتفورم ديال لي ريزو سوسيو. هنا سولنا المسؤول بهذا المكان على شنو هو الدور ديال هذه الخليه للمراقبه وكيفاش كتشتغل. القاعه خاصه بمصلحه تتبع المعاملات الرقميه. المهمه ديال الفريق اللي كنعملوا في هذه الوحده هذه كنراقبوا جميع المعاملات الرقميه عن طريق مراقبه ديال العمليات الماليه. مكتب الصرف كيتوفر على قاعده بيانات لجميع المعاملات الماليه ما بين المغرب والخارج. وسط هذه قاعده البيانات كنبحثوا على العمليات المتعلقه بهذا الميدان الرقمي اللي كنقولوا ميدان رقمي يعني راه كيشمل من يوتيوب من فيسبوك حتى التجاره الالكترونيه يعني جميع منصات التواصل الاجتماعي او منصات ديال التجاره الالكترونيه. كيف ما سمعنا فكل من صناع المحتوى والاشخاص اللي كيطلقوا على انفسهم اسم مؤثرين او المشتغلين في التجاره الالكترونيه فأي عملية كيقوموا بها فهي مراقبة من قبل مكتب الصرف ماشي في المغرب فقط وإنما في الخارج، يعني حتى الأرباح اللي كيجري التوصل بها في الخارج. العمل ديالنا ما كنقتصروش على البيانات التي كتوفر عليها بل كنلجؤوا لمصادر معلومات أخرى متعددة بما فيها مصادر معلومات خارجية خاصة فيما يخص المعاملات المالية. يعني إذا كان الأرباح أو الإيرادات عن طريق هذه المنصات ديال التواصل الاجتماعي كيتم التحويل ديالها للمغرب المعلومه متوفره. اكثر من ذلك واخا تكون هذه الارباح تم ايداعها في حسابات في الخارج فان عندنا مصادر معلومات بالنسبه لهذه الحسابات التي يتوفر عليها المغاربه المقيمين في الخارج. دابا خصنا نحاولوا نشوفوا شحال عنده ديال المتابعين امتى تكري ديك القناه اللي عنده نحاولوا نطلعوا نشوفوا النشاط ديال ديك القناه نحاولوا ناخذوا واحد عامين شوف النشاط ديالو واش كانت خدامة مزيان والنمبر ديال لي فيو ديالو نديرو كاع نشوفو واش كيدير لا بيبليسيتي في لي فيديو كيبوستي ولا لا مثلا ناخدو فكرة ديال الأرباح ولا ديال الإيرادات الغوفيرنو اللي يقدر يكون ربحها عن طريق هاد القناة ديالو. من خلال هذا الحديث كيتفهم بأن المشتغلين في مكتب الصرف على معرفة دقيقة بكل تفاصيل وجزئيات الأرباح المالية اللي كتحقق من عالم الانترنت. وهنا سولنا على كيفاش استطاعوا فهم هذا العالم اللي كتعتبر جديد. بالنسبة لنا في مكتب الصرف حاولنا نتبعوا هذا الميدان التطور ديالو كيف ما كتشوفوا عندنا ماشي غير هاد ليكيب اللي كاينه دابا اللي خدامه على هذا الموضوع كاين ناس اخرين خدامين حتى هما. في البدايه كان ضروري الناس يتعلموا شويه يتعرفوا على كل ما له علاقه مع التواصل الاجتماعي مع التجاره الالكترونيه يعني باش نقدروا نتبعوا التطور ديال هذا الميدان. كانوا تكوينات عده فيما يخص التواصل الاجتماعي وديال التجاره الالكترونيه في ديزون اخوان ديفلوباو تجربه مهمه في هذا الميدان اللي مكنتنا اننا نسيروا التطور السريع اللي كيعرفوا هذا المجال هذا ونطوروا حتى حنا وسائل المراقبه والتتبع. تمام.
احنا في اداره مكتب الصرف كنراقبوا جميع العمليات الرقميه بما فيها العمليات التي يقوم بها صناع المحتوى والناس اللي كيشتغلوا في التجاره الالكترونيه. باش نزيدوا نفهموا اكثر توجهنا لمكان اخر بمكتب الصرف مع خليه اخرى. هما تجمعنا غير باش تشوفوا لي دوسيي ديال داك السيد اللي هضرنا عليه البارح على ود لي رابطريمون اللي كيجيب دو لترانجي ولا ليكسبورت سيرفيس، باش نشوفوا فين وصل لو دوسيي وهذا شنو درنا معاه، واش كتبنا عليه ولا باقي، واش استقبلناه، حيت هذا هو لو سونس فاش كيمشي لو كونترول. وهنا حاولنا نعرفوا كيفاش كتجري المراقبه ومعرفه المعاملات الماليه اللي كتجري في الانترنت من قبل اي شخص اختار الاشتغال في هذا العالم. عندنا قواعد بيانات على جميع المعاملات، سواء كانت فيغمون او لا باركارت او لا في لي كونط، كنتوصلوا بها من عند الابناء كل 10 ايام كيوصلونا المعاملات بالديتاي ديال لي زانفورماسيون اللي فيهم. بيان سور لا ميم شوز بور الاشخاص المعنويين. هاد قاعده البيانات كتجينا من عند الابناء كاملين وحتى من عند بنك المغرب، وهي اللي بحال قلتي القلب ديال الابحاث ديالنا، هي الاولى باش كنديتيكتيو الاشخاص هم يقدر يكون عندهم انفراكسيون ولا القانون الصرف. هاد العملية اللي كتجري بين مكتب الصرف والأبناك مؤطرة قانونيا، وهنا كيجري الاطلاع على جميع الحالات حالة بحالة. كنقوموا بعدا في الاول بتجميع كافة المعلومات على داك الشخص الذاتي او المعنوي اللي غنديروا ليه الكونترول، حتى داك الشخص الا كان كيستورد او لا كيصدر سلع راه كطلع لينا انفورماسيون عليه. وبطبيعة الحال حتى لي زافوار ليترونجي اللي عنده منشآت بالخارج او لهذا، عندنا الاكسيل على الانترناسيونال باش 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 تجيب لا بروف على على الانفراكسيون. كنراسلوا الشخص بطبيعة الحال، كنطلبوا منه ان انصومبل دو دوكيومون و دانفورماسيون، وكنطلبوا منه انه يعمر واحد الفورمولير اللي كيعمر فيه لو شيفر دافير ديالو رياليزي. غالبا صناع المحتوى كيديروا صدر خدمات، كيعمر واحد لو فورمولير فيه لي فاكتوراسيون اللي دار ولي رابطريمون الفلوس اللي جاب بور شاك باراني. هنا كان من الضروري ما نسولو على شحال هي المداخيل اللي كيحققوها المشتغلين في عالم النت من الخارج، يعني شحال هي الاموال اللي كيحصلوا عليها من الخارج. المعلومات حول تحويلات البنكيه وهذا كتعطينا واحد الرقم ديال 3 مليار ديال الدرهم ما بين 2018 و 2022 حققوه الاشخاص الذاتيين، يعني رقم معاملات اللي دخل تم التوطين ديالو في المغرب. هضرت على 5 كون حيت هي لا بيريود ديال التقادم ديالنا 2018 2022. رقم معاملات يقدر يكون اكثر، داكشي علاش غنلقاو مخالفات ان الناس ما كيدخلوش رقم معاملات كامل، مي رقم المعاملات اللي تم التوطين ديالو هو 3 مليار ديال الدرهم ما بين 2018 و 2022 من عند الاشخاص اللي خدامين عبر الانترنت. بالنسبه مداخيل العالم الرقمي كتقدر بملايير الدراهم من خلال التحويلات من الخارج، وهذا الشيء كيجعل مكتب الصرف يعتبر هذا الملف من بين اولويات الاشتغال، كيف ما غادي يظهر من خلال الحديث بين الكاتب العام لمكتب الصرف والمسؤول عن المراقبه بمكتب الصرف. اتفقنا نحاولوا ما امكن انه في البرنامج ديال العمل ديالنا نركزوا على اساس انه المراقبه يعني تستهدف يعني الاشخاص اللي كيقوم بعمليات اللي كتكون عندها طابع يعني مستمر وفيها ارقام يعني نوعا ما مهم. هنا كان من الضروري ما نسولوا الكاتب العام لمكتب الصرف على شنو هو البرنامج اللي كيتحضر في السنوات المقبله. بخصوص المعاملات الرقميه او صناع المحتوى الرقمي، فان مكتب الصرف خصص في اطار برنامج استراتيجي للخمس سنوات القادمه 2022-2026 محورا اساسيا وهاما خاصا بما يسمى بالمواكبه وتحسيس هاد العينه وهاد الاشخاص، لانه التجربه السابقه في المخطط الخماسي السابق تبين ان مجموعه من الاشخاص يعني يحترمون القانون ولكن بدون وعي يجهلون مجموعه من الامتيازات ومجموعه من الواجبات، لانه كما تعرفون فان الدوري العام لعمليه الصرف بخصوص الفصل 10 والفصل 66 كيعطي امتيازات مهمه لهذا العين. اولا امكانيه وضع عائدات بالعمله الاجنبيه لهذا الاشخاص في حسابات بالعمله الاجنبيه هنا في المغرب، يعني في حدود 70%. وكاين التسهيل المهم ايضا هو ان هذه العائدات يمكن استخدامها في تغطيه النفقات الجاريه لهذ الاشخاص. فشنو هي اذا باقي الامتيازات والواجبات؟ وهذا يعني اجراء جد هام. وكاين الامتياز الثاني هو انه يمكن استعمال ايضا هذه المبالغ الماليه وبدون سقف في اداء ما يسمى بالتجاره الالكترونيه. ونحاول ان شاء الله في المقاربة التحسيسية والمواكبة أننا نركز أيضا على الواجبات اللي هي بسيطة جدا، وأن تشريع الصرف كينص على أن الأشخاص الذاتين هم ملزمون
بإعادة هذه العائدات إلى المغرب وإيداعها في حسابات لدى البنوك المغربية، يعني يجب أن يكون استفادوا جميع الامتيازات ديالها. يعني أنه في حال ما تمش هذا الأمر فكتكون للشخص مخالفة لقانون الصرف، وفي حالة ما كانتش هذه المخالفة ففي الغالب كتكون مخالفة أخرى. فباش كيتعلق الأمر؟ ملي كنوصلوا لدي دوسي فيهم مخالفات لقانون الصرف أكيد أن أوتوماتيكيا فيهم مخالفة لقانون الضريبة. هذا شيء أوتوماتيكي، ماشي عند الأشخاص الذاتيين، عند الأشخاص المعنويين. غالبا ملي كنلقاو مخالفة لقانون الصرف كتكون كتصاحبها مخالفة القانون الضريبة. كيجيو استفسارات من عند هاد الأشخاص الذاتيين على شنو مطلوب منهم تجاه هاد الإدارة، شنو خصهم يديروا، شحال خصهم يخلصوا، ولكن من منطلق أننا ما عندنا شي معرفة وني با ابيليتي أننا نشرحوا لهم، كن اوريونتيهم فيغ لا ديريكسيون جينيرال دي زامبو باش يشرحوا لهم أكثر ويعرفوا حتى هما الحقوق والواجبات ديالهم تجاه هاد الإدارة. إذن الأرباح اللي كتحقق من قبل الأشخاص أو الشركات اللي كيشتغلوا في الانترنت فهي مراقبة، وأي أرباح مالية ما كيجريش التصريح بها كتعتبر مخالفة لقانون الصرف والضريبة. صناع المحتوى صبحوا عملة في مجال الإشهار بغرض تسويق المشاريع ومنتوجات، فإذا كانت هذه المعاملة كتحقق أرباح مالية فكيلزمها خصم ضريبي، لأن المدونة العامة للضريبة في المغرب واضحة واللي كتشير لأن أي شخص كيحقق أرباح كيف ما كان المصدر ديالها فهو ملزم بأداء الضرائب، وكل واحد على حسب المدخول دياله. وهذا الأمر نفسه كينطبق على المشتغلين في التجارة الإلكترونية. مشاهدينا شكرا على المتابعة، موعدنا يتجدد في نفس التوقيت وعلى نفس القناة.